بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتقدم بشكر جزيل إلى الإخوة الفاضل في مؤسسة الجسر على هذه الدعوة التي عاهدناها منهم منذ زمن ليس بالقصير. الحقيقة على أن نجتمع هنا حول الكلمة الطيبة وحول الكلمة الهادفة من أجل أن نفهم جانبا من هويتنا، بل جانبا من تاريخنا الذي به تتقوى شخصيتنا وتتقوى كذلك هويتنا. أنه في انفصال عن التاريخ ربما سوف نفقد التوازن، ربما سوف نعيش بدون بوصلة توجهنا الوجهة الصحيحة والوجهة المطلوبة كذلك. كما ترون على الشاشة، الحقيقة محاضرتي هي تتناول الفكر المغربي. أشرت هناك إلى الفكر أو الفكر المغربي المعاصر، لكن سوف لن أقتصر على الفكر المغربي المعاصر بقدر ما سوف أحاول ما أمكن أن أتأمل في بعض الإشراقات التاريخية سواء في الماضي أم في الحاضر التي حاول من خلالها العديد من المثقفين والعلماء والمفكرين المغاربة أن يسهموا إسهامات متنوعة في الفكر، في الدين، في مختلف ميادين العلوم. وهذه المعرفة أو هذا الاطلاع هو في الحقيقة واجب علينا كمغاربة كمسلمين وفي هذا البلد وفي الغرب أن نقترب أكثر من ثقافتنا، من تراثنا، من هويتنا. لماذا؟ كما قلت، لأنه بفقدان هذه الهوية إننا نفقد كذلك التوازن في علاقاتنا مع الذات، مع الخالق سبحانه وتعالى، مع الآخر، وكذلك مع الأجيال الصاعدة. وهذا هو السؤال الذي يؤرق أغلب المغاربة والمسلمين المستقبلين في الغرب، وسؤال يتعلق بالذرية أو بالأجيال الصاعدة. هل أعددنا لهذه الأجيال ما يوجهها الوجهة الصحيحة نحو مستقبل متوازن، مستقبل مسؤول، ومستقبل هادف؟ ثم فيما يتعلق بالماضي، بالتراث، بتاريخنا، وفي الحقيقة جزء من ذاتنا لا يمكن أن نتخلى عنه بطريقة أو أخرى، لا يمكن. هل رأيتم أن إنسانا تخلى عن جزء من ذاته؟ أنت كإنسان في خلقك وفي خلقتك كذلك خلقك الله سبحانه وتعالى مكتملا. هل أنك عندما تصاب بألم ما هل يهدأ لك بال أو خاطر؟ والحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معروف حول الجسد، فلذلك فينبغي أن ننظر هذه النظرة الشمولية العميقة إلى تاريخنا، إلى تراثنا. ثم إن هذا الماضي أو هذا التراث هو خطوة أساسية لفهم الحاضر. نحن إذا لم نفهم ماضينا فإننا لن نتمكن من أن نفهم الحاضر، لأن هذا الحاضر هو امتداد للماضي. الحاضر ليس الحاضر مفصولا عن الماضي، وإنما امتداد له، وهذا ما لا نريد أن نفهمه، أن هناك ماضي يمتد في الحاضر ونحن جزء من هذه المعادلة. ثم إنه بفهم الماضي ثم الحاضر يمكن أن نستشرف المستقبل. ف
فبهذه الرؤية وبهذه الآليات يمكن أن نمضي إلى الأمام دون أي إشكال أو مشكلة. ثم المسألة أخرى وهي في الحقيقة هي من الآفات التي يتخبط فيها الكثير من المسلمين، أنهم يريدون العودة إلى الماضي ليس لاستلهامها إنما للبقاء هناك في الماضي، وهذه في الحقيقة البقاء في الماضي، يبقون هناك في الماضي. من واجبك أن تستلهم الماضي، أن تتمسك بهويتك بعقيدتك بدينك، لكن لا أن تبقى هناك، بل أن تتفاعل مع هذا، مع هذا الواقع، لأن الإسلام هو دين المستقبل. الإسلام هو دين مستقبلي، دين عالمي، دين شمولي، ودين كذلك مستقبلي، دين يستشرف المستقبل. فماذا يحدث لا سيما عند بعض الحركات الإسلامية للأسف الشديد؟ أنهم يعودون إلى الماضي، وهي مسألة مهمة وأساسية، ليس لاستلهام هذا الماضي ولاستخراج آليات قصد فهم الحاضر والماضي للمستقبل، وإنما للبقاء هناك. وبهذه الطريقة نفصل أنفسنا سواء عن الحاضر أم عن المستقبل، وهذه مسألة في الحقيقة خطيرة لوجودنا، لهويتنا، والاستمراريتنا في التاريخ. فالإسلام، فالرؤية الإسلامية لدى الإنسان، لدى الحياة، أن هذا الإنسان ينبغي أن يكافح، ينبغي أن يكد ويجد ويجتهد إلى آخر رمق في حياته. أما أن أذهب إلى أو أتداعى إلى الماضي وأبقى هناك، وأنا أتذرع بأنني أعود إلى الأصول، فهذه مسألة في الحقيقة الإسلام نفسه لا يقبلها. أجل، ينبغي لك أن تتشبث بالأصول، بأصول دينك، لأنك دون جذور ودون أصول ماذا سوف يحدث لك؟ الشجرة عندما تفتقد جذورها ماذا يحدث؟ أنها تموت، أنها تيبس، تموت. وهذا كذلك ما ينطبق على الإنسان. الإنسان عندما يفتقد جذوره، أصوله الحضارية والتراثية، فإنه لا محالة سوف يموت وسوف ينضطر. وهذا ما يحدث الآن للمسلم، للإنسان المسلم. نحن نرى الآن بأم أعيننا أن المسلمين أو أن الكثير من المجتمعات الإسلامية أنها تتهدم وتنهد وتنضطر. لماذا؟ لأنها لم تفهم التراث والماضي والتاريخ بشكل متوازن وبشكل صحيح. إذن بعد هذه المقدمة، أود الآن أن أمر إلى بعض الوجوه وبعض الإشراقات التاريخية في تاريخنا، لا سيما المغرب الإسلامي المغربي. كما تعلمون أن هناك الكثير من الشخصيات المغربية التي لعبت دورا رياديا في الماضي وكذلك في الحاضر، لكن للأسف الشديد أن قلة قليلة منا تعرف هذه الشخصيات وهذه الوجوه التي ساهمت مساهمة حضارية كبيرة، ليس فقط في الحضارة الإسلامية وإنما في الحضارة الإنسانية كذلك. بل والإشكال هو أن أبناءنا، أن الأجيال الصاعدة، أنها لا تعرف شيئا عن هذا الماضي، عن هذه الشخصيات، عن تلك الإشراقات الموجودة في تاريخنا سواء في الأندلس أم في المغرب. هناك شخصيات، هناك مئات من الشخصيات، ربما أي واحد منكم يتذكر شخصية من الشخصيات، ابن رشد مثلا، ابن بطوطة، الأجروم، صاحب الأجرومية، شخصيات كثيرة لا يسع المجال لأن نتوقف عندها، غير أنني سوف أشير إشارات طفيفة وسريعة إلى بعض الشخصيات، بعض الشخصيات منها، حتى أنطلق بعد ذلك إلى الفكر المغربي المعاصر.
الآن ترون على الشاشة خريطة. هذه الخريطة. هذه الخريطة هي من الأهمية بمكان. هذه الخريطة تبين معالم رحلة ابن بطوطة. هذا ابن بطوطة الذي يعتبر في الحقيقة مستكشفا وقاضيا وكذلك رحالة مغربيا من مدينة طنجة، وهو عاش في القرن 14 الميلادي. هذا ابن بطوطة. عندي بعض المعلومات هي الأساسية حول ابن بطوطة، أنه يعتبر الرحالة الأول أو الوحيد في العالم الذي قطع أطول مسافة في رحلته. تعلمون أيها الإخوة الأفاضل المسافة التي قطعها ابن بطوطة بحساباتنا الحديثة؟ 121,000 كيلومتر قطع في ذلك الزمان. 121,000 كيلومتر، وهو رقم لم يحطمه أحد حتى ظهور عصر هذا النقل المتطور أو البخاري، أي بعد 450 سنة. ابن بطوطة زار حوالي 44 دولة بمفهومنا القديم في زمانه. لم تكن زيارات طفيفة، لا، كانت زيارات استكشافية، زيارات علمية، بل زيارات قضائية. أنه كان قاضيا في الكثير من هذه الدول، هذا العلامة المغربي. أنه قام برحلات متعددة، هي المؤرخون يتحدثون عن 3 رحلات معروفة لابن بطوطة، أنه زار فيها أغلب الدول التي لا سيما التي كانت تشكل بعض الإمبراطوريات في ذلك الزمان، إلى الصين، إلى الهند، إلى بخارى مثلا في الشمال، ثم إلى أفريقيا، حتى جزر المالديف. وصل إلى جزر المالديف وعمل هناك قاضيا ابن بطوطة. فهو يذكر هذه المسائل كلها في كتابه المعروف أو رحلته المعروفة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. كما أنه التقى بالكثير من الملوك والسلاطين في رحلاته، فيعتبر من قبل بعض المستشرفين أو المستشرقين يعتبر في الحقيقة هو أمير الرحالين المسلمين. ثم أذهب إلى فارس آخر، إلى عالم آخر، وهو محمد الروداني الفاسي المكي الذي عاش في القرن 17 الميلادي. ترون هناك هذه الصورة هي الاسترلاب، هي آلة لقياس التوقيت والزمان، قام باختراعها وابتكارها في ذلك الزمان، وكانت تستعمل في مختلف البلدان، فيها خطوط العرض، خطوط الطول، استكشفها في ذلك الزمان الذي لم يكن يتحدث الناس عن التكنولوجيا بمفهومها الحديث. فهو كذلك عالم مغربي في مختلف العلوم من بينها الرياضيات والفلك والطب وغير ذلك، بل أنه في مكة، أنه عاش مدة طويلة في مكة، حتى أنه كان يؤثر في ذلك السياق، في ذلك الواقع، فطلب من الأمير، أمير مكة في ذلك الزمان، بأن يبني رباط حول ما يعرف برباط بن سليمان، إنه اسمه بن سليمان، رباط عند باب إبراهيم عليه السلام، هناك رباط، وكذلك أن تبنى مقبرة تسمى كذلك بمقبرة بن سليمان في زمانه. وقد ألف الكثير من الكتب العلمية لا سيما المتعلقة بصناعة واستخدام الاسترلاب في ذلك الزمان، الذي كان بمثابة نحن الآن الكمبيوتر أو اللابتوب أو الأيباد ما إلى ذلك في ذلك الزمان. فهذا كان مغربيا. لا
أعرف هل من منكم يمكن أن يتعرف عن هذه الصورة؟ هذه الصورة إلى ماذا تشير هذه الصورة؟ سبق لكم أن رأيتم هذه الصورة أم لا؟ هذه الصورة تسمى فوهة المراكش على سطح القمر. عندنا عالم مغربي يسمى ابن البناء المراكشي، هذا العالم أنه عاش في القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادي قبل حوالي 7 قرون. هذا العالم كذلك كان مستكشفا وكان متخصصا في الرياضيات وعلم الفلك، وقد أسهم بإسهامات كثيرة في مختلف العلوم الحقة من رياضيات وهندسة وفلك وغير ذلك، بل وأن كتبه أنها ترجمت إلى اللغات الأوروبية وظلت تستعمل طوال قرون إلى حدود القرن 19، ظلت تستعمل من قبل العلماء الغربيين، فهو أثر بشكل أو بآخر في النهضة وفي كذلك التنوير الأوروبي والغربي. فاعتراف بجميله أنه تم تسمية إحدى الفوهات موجودة في القمر باسمه، تسمى فوهة المراكش على سطح القمر، لأن كما تعلمون أن هناك الكثير من الأجرام والكثير من الكواكب أنها تسمى بأسماء الكثير من العلماء، فهذا تقليد علمي معروف، وقد اختير هذا المراكشي المغربي لأن تسمى به أو باسمه هذه الفوهة في القمر. قبل أن أذهب إلى العصر الحديث أود فقط أن أشير إلى هي مسألة في الحقيقة استرعت انتباهي وأنا أقرأ بعض الأمور حول تاريخ المغربي، وهو إحدى الزوايا وتسمى الزاوية الدلائية، وكانت في العصر في الحقيقة في العصر السعدي في عصر الدولة السعدية وذلك في القرن 17، أنه تم تأسيس هذه الزاوية في القرن 17 أي في عهد الدولة السعدية في المغرب. ما أثار انتباهي أن هذه الزاوية أنها اهتمت كثيرا بالعلم وحاولت ما أمكن أن تبحث عن مصادر العلم والمعرفة ليس فقط في المغرب وإنما كذلك في الأندلس، وتم تشييد منارة علمية. تعلمون كم كتاب كان هناك في إحدى مكتبات هذه الزاوية؟ وهي كانت في الأطلس، أعتقد في الأطلس المتوسط في المغرب، وصل عدد الكتب التي كانت في حوزة هذه الزاوية أكثر من 10,000 كتاب في ذلك الزمان، أكثر من 10,000 كتاب، وكانت عندهم منازل أو مساكن الطلاب وصلت إلى 1,400 مسكن فقط للطلبة، كأنك في مدينة جامعية في مدينة طلابية. واستمر تأثير ونفوذ هذه الزاوية طوال قرن من الزمن، 100 سنة، إلى أن وقعت أحداث سياسية فانتهى دور هذه الزاوية الدلائية، لا سيما في أعتقد في العهد أعتقد العلوي. الآن أذهب إلى العصر الحديث. كما ترون في الشاشة هناك أنا قمت بتقسيم للفكر المغربي المعاصر، تقسيم هذا أولي، فحاولت ما أمكن أن أبحث فيه عن الرواد، رواد مؤسسي هذا الفكر أو هذه النهضة العلمية الدينية الصوفية الأدبية المغربية. كما تعلمون أنه في ذلك العهد كان هناك تداخل للاهتمامات والتخصصات، نتحدث عن عالم أنه ينظم الشعر، أنه متضلع في علم الحديث، في التفسير، حافظ القرآن الكريم، أنه يهتم بالسياسة. كانت هناك نوع من الموسوعية في ذلك الزمان، لا سيما في ابتداء من القرن 18 الميلادي
إلى حدود القرن منتصف القرن العشرين. فهذه عينة من الأسماء، بعض الأسماء، هناك أسماء كثيرة، فحاولت أن أختار هذه الأسماء، فهؤلاء يعتبرون من الرواد المؤسسين لهذه الحركة الثقافية المغربية، والتي يطلق عليها بالسلفية المغربية. نحن عندما نتحدث عن بداية النهضة في المغرب، هي النهضة كانت سلفية، ليست بالمفهوم الوهابي، سلفية بالمفهوم التجديدي. الأخ أستاذ نوردين أنه تلا علينا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حول التجديد، أن الله سبحانه وتعالى يرسل للمسلمين على رأس كل 100 سنة من يجدد دينهم. هذا المفهوم على المغاربة، العلماء المغاربة فهموا التجديد، مسألة التجديد من هذا المنطلق، تجديد الدين بمعنى الرجوع إلى أصوله، ليس للبقاء هناك، وإنما لمواجهة الكثير من التحديات والآفات المنحرفة في المجتمع، ومن بينها مثلا الشعوذة والسحر والاعتقادات الخرافية. فهذا في الحقيقة هذا هو هاجس التجديد الذي كان موجودا لدى الحركة السلفية المغربية، بالإضافة إلى مواجهة الاستعمار، مواجهة الاستعمار الأجنبي لا سيما الفرنسي والإسباني. سوف لن أتعرض إلى كل هذه الأسماء، هذا تطلب منا جلسات طويلة، لذلك قلت للأخ محمد أن هذه الجلسة هي جلسة في الحقيقة هي مقدمة عامة، مقدمة تعريفية ببعض على بعض الوجوه والشخصيات التي ساهمت في الفكر المغربي سواء قديما أم حديثا. لكن سوف هنا أقتصر على شخص واحد، شخصية واحدة، وهو أبو شعيب الدكالي. أبو شعيب الدكالي هذا في الحقيقة هذا الجهبذ، هذا العلامة، إذا سألت المغاربة ربما لن أجد من يعرف هذا الشخص للأسف الشديد. إذا قلت لهم من هو أبو شعيب الدكالي، ما أعرف. أبو شعيب الدكالي في الحقيقة، ومن المفروض على كل مغربي مغربي أن يعرف هذه الشخصية، شخصية عملاقة في تاريخ المغرب الحديث. هذا عاش ما بين 1878 و 1937، وأدى دورا رياديا في النهضة السلفية المغربية، ليس فقط على مستوى الخطاب الديني المغلق، على المستوى كذلك الواقع، وكان له تأثير ليس فقط في المغرب وإنما خارج المغرب. هذه الميزة الأساسية بالنسبة إلى أبي شعيب الدكالي رحمه الله. الأمور تتعلق بشخصيته، أنه كان يلقب بشيخ الإسلام، يلقب بشيخ الإسلام، وهي درجة، وما أدراك ما شيخ الإسلام، أنك تكون شيخ الإسلام. هذا اللقب هو كان يطلق عليه، وأنه تولى الإمامة والخطابة على المذاهب الأربعة في الحرم المكي، في الحرم المكي، انتبهوا معي، سنوات وهو يخطب في الحرم المكي، ولكن كثير من المغاربة لا يعرفون هذا، أنك تتمكن من المدارس أو المذاهب الفقهية الأربعة، هذا ليس بالأمر الهين. لقد سمعت من أحد الشيوخ أنه فقط مذهب أبي حنيفة إذا أردت أن تتخصص فيه كله يقتضي منك 40 سنة من التخصص والتفرغ، فقط مذهب واحد، في حين أن أبا شعيب الدكالي أنه تمكن من هذه المذاهب كلها، بل وكان يفتي فيها في هذه المذاهب كلها، بل وأكثر من ذلك أنه كان كذلك أستاذا ومدرسا في الأزهر الشريف، ليس فقط خطيبا، وكذلك في الأزهر الشريف وفي جامع الزيتونة في تونس، وعاش في زمن ثلاثة سلاطين، هما مولاي عبد الحفيظ ثم مولاي يوسف ومحمد الخامس.
وتولى الكثير من المناصب الوزارية والحكومية في المغرب، بل وأنه كانت له قيمة متميزة في مكة لدى أمراء مكة، حتى أنهم زوجوه بإحدى قريباته في مكة. هنا أيها الإخوة الأفاضل، فقط أريد أن أقف عند مقتطف من إحدى خطبه، مقتطف من إحدى خطبه التي كان يلقيها في الحرم المكي، وهي جد معبرة لا سيما في ذلك الزمان، وتحمل بذور التجديد الحقيقي. هذا هو التجديد الحقيقي. انظروا ماذا يقول في هذه الخطبة. يقول وهو يخاطب الناس، يخاطب المسلمين كما نسمع الآن مثلا في يوم عرفة أو في الجمعة أو ما إلى ذلك: اعملوا لدنياكم، اعملوا لآخرتكم، اعملوا لدنياكم ما يرقي بلدكم، اعملوا لدنياكم ما يرقي أولادكم، اعملوا لدنياكم ما يجعل يدكم عليا. تعرفون أنه قال هذه الخطبة في زمن الصراعات، تحديات أجنبية، لذلك يقول يد عليا في مواجهة الأجانب في ذلك الزمن، وكان زمن سقوط الخلافة الإسلامية لا سيما العثمانية، وكذلك التحديات الغربية وظهور الإمبريالية والاستعمار الغربي، وفيما بعد سوف يظهر المخطط الصهيوني. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. انظروا كيف يوظف حديث نبوي بطريقة سلسة وجميلة. ثم يقول: اعملوا لدنياكم ما يقلل البطالة، لأن أكبر شر يصيب الأمة هو البطالة، وهذا ما يحدث الآن هنا في الغرب، أن الكثير من المسلمين لا سيما الشباب منهم أنهم لا يعملون، أنهم يقتاتون على تعويضات، مع أنه فيها الكثير من الفرص للدراسة، للعمل التطوعي كذلك. فلذلك فالبطالة هي خطيرة، فيتهدد كيان الأمة، تهدد مردوديتها، تهدد إنتاجيتها. اعملوا لدنياكم ما يقلل البطالة في البلد التي كان يتردد فيها جبريل. ليست بلد عادي، بلد مهبط الرسالات، مهبط الوحي، بلد كان يزوره ليس الممثلون والرياضيون، وإنما كان يزوره جبريل عليه السلام، رسول لله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي والتنزيل. اعملوا لدنياكم أحباب الديان، فأنتم تعلمون أن أسباب المعايشة أربعة لا سيما هناك، وهذا ما ينطبق كذلك على الكثير من بلدان العالم الإسلامي. ما هي أسباب المعايشة أو العيش، مصادر العيش؟ هي حسب تحليله العميق هي الإمارة، التجارة، الزراعة والصناعة. ثم يقول: فأما الإمارة فلا يعيش بها إلا الأنفار المحدودون دون الغير الكثير. هناك أمراء قلة، ليس كل الناس أمراء. أما الزراعة فأنتم بواد غير ذي زرع. انظر كيف يوظف القرآن الكريم كما حكى الحكيم الخبير. ثم يقول: فما بقي إذن، ما هو الحل الذي أمامكم؟ هو إما الصناعة. هذا يذكرني بقصة فتح الأندلس من قبل طارق بن زياد مع مجموعة من جنود العرب والبرابرة والأمازيغ. ماذا قال؟ أحرق، كما يقال الله أعلم أنه أحرق السفن. ماذا قال لهم؟ العدو أمامكم، البحر وراءكم العدو. إذن أمامكم هنا تجارة، صناعة وتجارة، وإلا سوف تهلكون. وهذه البلاد الطاهرة خالية من الصناعة، وتجارتها ضعيفة، مزجاة البضاعة. انظر كيف يوظف من سورة يوسف، ها؟ مزجاة البضاعة. فهلموا إلى ما ينفعكم، وسألوا من وإليكم من واليكم، من واليكم الجديد المظفر المعان أن يساعدكم على إنشاء مكتب صناعي. هناك يطرح مسائل واقعية عملية، وهذا ما نفتقده في خطبنا. الكثير من الأئمة يتكلمون عقود من الزمن ولا يطرحون البدائل. نحن نحتاج إلى بديل،
ما هو المخرج، ما هو البديل في هذه الحياة؟ فيقولهم هلموا هلموا، يذهبوا طالبوا الدولة بأن تبدأ بمكتب، فتح مكتب صناعي. شوف هنا انظر، فهذا الجلد المباع في بلدكم بالكرش والكرشين، جلد هنا للأضحيات، لا سيما أثناء موسم الحج أنه يضحي الناس يضحون، وهناك جلود جلود كثيرة. ماذا يفعلون بتلك الجلود؟ أنها تباع بالكرش والكرشين بثمن بخيص وبخس، ويصنع ويرد إليكم فتشترونه بالمئة والمئتين. فكأنكم لم تقرأوا قول الله جل جلاله وعلا: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. صدق الله العظيم. انظر معي كيف يوظف هذا خطاب سابق لأوانه. هذا هو التجديد، هذا التجديد، هذه السلفية التجديدية، سلفية تربط الماضي بالحاضر. هذا ما قلته في البداية، لا أن أعيش هناك، وإنما أستثمر القرآن الكريم، الخطاب القرآني، الخطاب النبوي الذي يتضمن الكثير من البذور التجديدية والتحديثية، ووظفها لهذه الحياة، لهذا الواقع. توظيف سلس، توظيف عميق، توظيف فلسفي كذلك. فهذه هي النظرة. لذلك فأن أبا شعيب الدكالي، أنه أنا شخصيا قرأت عليه أمور كثيرة، أنني أجده الحقيقة يعتبر أب وصانع النهضة السلفية المغربية، وسوف يتبعه في ذلك الكثير من طلبته، من بينهم محمد بالعربي العلوي، هذا كذلك شخص ظاهرة. ثم آخرون كالمختار السوسي والفاسي وغيرهم. نعم، الآن أمضي إلى جيل ما أطلق عليه جيل ما بعد الرواد، وسوف أيها الإخوة الأفضل أقتصر هنا على الذين جمعوا بين الدين والفلسفة والفكر، لأن هناك علماء كثر في ميادين متنوعة، هناك من اهتم بالحديث، هناك من اهتم بالتفسير، هناك إعلاميون، هناك أدباء شعراء، ولكن أقتصر ما أمكن أقتصر على بعض المفكرين. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين دراستهم وتنوعهم لما هو ديني وفكري وفلسفي. لماذا؟ ما هو الهاجس الذي كان يسكن هؤلاء؟ هو التجديد كذلك. كيف نخرج من الأزمة، من المأزق، من المستنقع الذي نعيش فيه؟ هذا هو كان هدفهم. السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان لأول مرة، طرحه في ثلاثينيات القرن الماضي في رسالاته المشهورة، ماذا قال؟ لماذا تقدم الغير وتأخر المسلمون؟ هذا السؤال بدأ من ذلك الزمان وهو يتكرر بصيغة صيغ أخرى وبتناولات متنوعة. هناك كل أنواع المفكرين والمثقفين اشتغلوا على هذا السؤال، من إسلاميين وعلمانيين وماركسيين وغير ذلك. كل واحد فيهم كان ينطلق من إيديولوجياه الخاصة ليجدد الواقع، ليجد حلولا ممكنة وبديلة لما يطلق عليه بين قوسين الانحطاط أو التأخر الذي تتخبط فيه الأمة الإسلامية ولا زالت تتخبط فيه. لقد طلعتم على الأسماء، أسماء هؤلاء المفكرين. سأبدأ بسرعة بأحد، هذا كذلك رائد في الفلسفة والفكر، وهو محمد عزيز الحبابي الذي عاش في القرن الماضي. هذا كان كذلك فيلسوف وروائي وشاعر كذلك، كان يكتب بالفرنسية والعربية، بل وأن بعض كتبه ترجمت إلى أكثر من 30 لغة. وقد رشح في عام 1987 لنيل جائزة نوبل. كتب الكثير من المؤلفات، غير أن مشروعه المشهور هو ما يطلق عليه الشخصانية الإسلامية،
لو بيرسوناليزم مسلمان بس الشخصانية الإسلامية. فهو حاول أن يطرح هذا المشروع أو هذه الفكرة وركز فيها حول محورية الإنسان في الإسلام، حول كرامة الإنسان في الإسلام، بل ويشير ويقول أن الإنسان ليس ما نحن عليه ولكن ما يتوجب أن نكونه، ليس ما نحن عليه ولكن ما يجب أن نكونه. هذا هو دائما ينبغي أن نفكر في الأحسن والأفضل، هذا هو الإنسان، مفهوم الإنسان. وهذه من بين في الحقيقة من بين أهداف الإنسان، يحاول ما أمكن أن يكون أحسن من الماضي، ويريد دائما أن تكون ذريته أحسن منه. فهذا نوع من النزوع الفطري في الإنسان. ثم إن هذا الفيلسوف محمد عزيز الأحباب أنه ينطلق من الواقع الإسلامي، يقول بأنه ينبغي أن نؤسس شخصانية إسلامية مرتبطة بسياق المسلمين، لأن ظروف المسلمين وتطلعاتهم ومنطلقاتهم تختلف عن ظروف مثلا الغرب. ثم يركز على مصطلح الحرية، التحرر وليس الحرية، ليس الحرية، يقول التحرر. نعم نريد حرية، ولكن في الوقت ذاته نريد أن نتحرر بشكل أو بآخر، ربما تتحرر من بعض الأفكار. التحرر لا يكون دائما ماديا من عدو مادي محسوس، يكون كذلك من عدو معنوي غير مرئي. كل منا ربما عنده عدو غير مرئي يريد أن يتخلى عنه. هناك من مثلا عدوه مثلا يرتبط ببعض الأخلاق السيئة، فهذا عدو. النميمة مثلا أو إحدى العادات السيئة مثلا التدخين، تريد أن تتحرر من التدخين. ليس من الضروري أن أتحرر من مستعمر مثلا، جاء استعمر بلدي، فهذا التدخين هو استعمار بشكل آخر، أنه استعمر جسدك، استعمر نفسك. إذن كيف تتحرر من هذا التدخين، من هذه الآفة المضرة لجسمك، لمالك، لمستقبلك؟ إذن هذا هو مفهوم الحرية الذي يؤدي أو يقتضي التحرر، أن أتحرر من شيء معين، أن أتحرر من كسل، أن أتحرر من بطالة. كثير من الناس يحب أن يجلس طوال اليوم خلف الشاشة، وينتقل من قناة إلى أخرى، عوض أن يأخذ القرآن الكريم فيرتب حزبا من القرآن، ما يتيسر من القرآن الكريم، عوض أن يقرأ، عوض أن يساعد زوجته أو زوجه في المنزل، عوض أن يربي. ينبغي هذه كلها، كما أعتقد وكما أفهم شخصيا، أنها عادات وآفات منحرفة وسيئة لا تمت بسبب الإسلام. عندما نتأمل شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان قدوة ومثالا وأنموذجا لنا وللعالم، وهو في منزله كان يقوم بأعمال منزلية، وقد يقول البعض أنه لم يرد حاجة إنسان في حياته، لم ينطق بلا هذه اللا. هذه اللا ينبغي أن نتحرر منها، إن هذه تسكن ألسنتنا، تسكن قلوبنا. الإنسان عندما يطلب منك شيئا ما، قبل أن ينهي كلامه تقول له سوري، لا هذه تسكننا. إذن أيها الإخوة الأفاضل، كيف نتحرر منها وكيف يتحرر منها أبناؤنا كذلك؟ لأننا ننقلها إلى أبنائنا، لأنها بمثابة العدوى أنها التي تنتقل. إذن فهذا هو مفهوم التحرر في الحقيقة، الذي حاولت ما أمكن أن أفصله أكثر. ثم أمضي الآن إلى شخصية أخرى، وهو المهدي المنجر. عاش كذلك في القرن الماضي إلى حدود بداية هذا القرن. هذا كذلك يعتبر من العباقرة،
من الشخصيات العبقرية في العالم، ولكن كثير منا لا يعرفه. النظرية السياسية المطبقة الآن في الغرب وهي نظرية صراع الحضارات للفيلسوف والمفكر الأمريكي هانتينغتون، سامويل هانتينغتون. من أين أخذ هذه الفكرة؟ وهو يشير في كتابه صراع الحضارات، يشير إلى أنه أخذ هذه الفكرة من المهدي المنجر، يشير في الكتاب، اذهبوا إلى الكتاب، موجود بجميع اللغات حتى بالهولندية وباللغة العربية. في إحدى الفصول أعتقد الفصل 10 أو 11 أنه يشير إلى أن هذه الفكرة أنه أخذها من المهدي المنجر الذي ألف كتاب الحرب الحضارية، وهو موجود هناك فوق الطاولة لمن يريد أن يتصفحها، الحرب الحضارية الأولى. المهدي المنجر هو عالم مستقبليات، عالم اجتماع اقتصادي. ففي إحدى كتبه أعتقد هذا الكتاب أو كتاب قيمة القيم تحدث عن 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 علم المستقبلية المستقبليات من منظور إسلامي، وقال أن علم المستقبليات أنه يختلف عن علم الغيب، وميز على ذلك على أساس أحاديث نبوية وآيات قرآنية من بينها التي تتحدث عن البصيرة. البصيرة أن الإنسان هناك الإنسان الذي يتميز بنوع من البصيرة، وكان يتوقع أمور في المستقبل ولكن على أساس إحصائيات اقتصادية وتوازنات سياسية، بل وأنه توقع الربيع العربي منذ زمن طويل، توقع بأنه سوف يحدث ربيع عربي في المنطقة العربية، ونحن الآن نرى ذلك بمجرد أعيننا. وهو يعتبر من أحد أكبر المراجع العربية والدولية في القضايا السياسية والعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية، معتمد عليه في الغرب لا سيما في الغرب وفي اليابان. هو شغل مناصب كثيرة لا تحصى، كان باحث محاضر في الكثير من الجامعات، من بينها جامعة لندن في فرنسا، في إنجلترا، في هولندا، في اليابان، في آخر حياتي في اليابان وفي الغرب كذلك. وكان أنه شغل مناصب كثيرة في اليونسكو، مناصب متنوعة في اليونسكو. ونال وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان، وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان. بل والأهم لديه هو دفاعه عن المستضعفين، وهذه مسألة أساسية في خطابه، في أفكاره، في رؤاه، يدافع عن المستضعفين، أنه يواجه مثلا الحركة الصهيونية ويرفض التطبيع، لا يقبل هذا التوازن الموجود بين الشمال والجنوب. وفي الحقيقة هذا يستحق أن يقرأ ويعرف به، ليس لأنفسنا فقط وإنما للأجيال الصاعدة، لأن أفكاره تستعمل الآن في الغرب، في الكثير من المؤسسات الغربية، في حين أننا نحن لا نعرفه أساسا ولا نعرف بأنه مغربي. أمضي إلى مفكر آخر وهو محمد عابد الجابري. هذا المفكر كذلك مغربي، من المفكرين الأمالقة، رغم أن هناك بعض النقاشات حول أفكاره وما إلى ذلك، لكن هذا الرجل ينبغي أن يقرأ بشكل شمولي وأن ينظر إلى التطور الذي حدث في حياته. كان في أفكاره ماركسي في البداية، لكن فيما بعد عندما نقرأ الكتابات الأخيرة أنه استعمل الكثير من المناهج البنيوية والتفكيكية وغير ذلك، غير أنه في آخر حياته قضاها مع القرآن الكريم عندما كتب هذا التفسير الذي يتكون من 3 أجزاء حول القرآن الكريم. كان هناك نقاش كبير، ولكن ينبغي أن لا نقف عند القشور، ينبغي أن نقرأ مشروعه بشكل شمولي، وينبغي أن نتعمق أكثر لنفهمه. هذه آفة الأمة، الأمة والقرآن الكريم يتحدث عن سوء الظن، يتحدث عن مبدأ التبين أو التثبت، جاءك فاسق بنبأ
فتبينوا أو فتثبتوا في قراءة أخرى. لكن للأسف الشديد نحن نقرأ صفحة واحدة أو مقالة واحدة ثم نحكم على مفكر عملاق أنه قضى حياته كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجك من التخلف. أيها الأخ، أيها المسلم، أيها العربي، أيها الإنسان، هذا هو هاجسه. ربما نختلف في بعض الأفكار لكن الهدف واحد، كل منا يسعى إلى نفس الهدف وكرامة الإنسان. والله تعالى يقول في القرآن ولقد كرمنا بني آدم. هذه الكرامة هي منحة، هي هبة إلهية ربانية، كل واحد منا يحاول أن يحفظها أو يحافظ عليها بأسلوبه الخاص. لكن في آخر المطاف نلتقي حول ما هو إنساني يخدم الإنسانية. هناك أمور تفرقنا لكن ينبغي دائما أن نتشبث بما يجمعنا ويوحدنا، لأن هذه السفينة التي نحن نركبها جميعا إذا وقع فيها خلل فإن الجميع سوف يكون مصيره ومآله ماذا؟ الغرق. إذن هو معروف بمشروعه النقدي، مشروع ضخم نقد العقل العربي، يتكون من 4 أجزاء، جزء واحد فقط بين 400 و500 صفحة، لا يكتب 10 صفحات أو 20 صفحة أو 100 صفحة. مشاريع ضخمة أنه قضى فيها حياته وهو يبحث ويتعمق ويقرأ. بل والمثير لدى هذه الشخصية وهذا مواقفه، لأنه هو كان يربط فكره بالواقع، أنه كان مناضل، يناضل من أجل كذلك الفئات الاجتماعية المستضعفة، كان مسكون بهذا الهاجس. لذلك فإنه رفض جميع المناصب، نال جوائز كثيرة، جوائز كثيرة من بينها تكريم اليونسكو وغير ذلك من الجوائز المعددة، غير أنه اعتذر عن جوائز كثيرة. تأملوا معنا، جائزة الرئيس صدام حسين في أواخر الثمانينات، تعلمون في أواخر الثمانينات كم كانت قيمتها؟ 100,000 دولار، 100,000 دولار في أواخر الثمانينات، رفضها مع أنه كان في ذلك الزمان كان يؤمن بالتفكير الماركسي، ليس عقيدة وإنما منهجا، حتى لأنه هو في التعامل مع الدين، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يحترم الإسلام، يحترم القرآن الكريم، يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني موجود في كتاباته وفي حواراته، بخلاف الكثير من العلمانيين والاشتراكيين الذين يشتمون الدين ويسبون مقدسات الإسلامية. واعتذر عن جائزة المغرب، جائزة المغرب هذه تقدم سنويا في المغرب، اعتذر عنها مرارا، اتصلوا به ليأخذ جائزة لم يريد أن يأخذها. اعتذر سنة 2001 عن جائزة الشارقة التي تمنحها اليونسكو، هي تقدر ب 25,000 دولار. ثم اعتذر سنة 2002 عن جائزة العقيدة القذافي لحقوق الإنسان التي قيمتها 32,000 دولار، مع أن الشخص كان يعيش فقيرا بمبادئه، كان أستاذا جامعيا، ولكن تعرفون أستاذ جامعي في ذلك الزمن في المغرب وفي العالم الإسلامي. انظروا لماذا اخترت أنا هؤلاء النماذج أو هذه النماذج؟ إنها نماذج أن أصحابها يؤمنون بمجموعة من المبادئ، أفكارهم تتأسس على مبادئ متنوعة، وهذا الجانب المبدئي قلما يحضر لدى الكثير من المثقفين المعاصرين الذين لا يؤمنون إلا بالمصالح الشخصية أو المصالح الإيديولوجية أو المصالح الحزبية. اخترت أن أتوقف عند هذه القامات التي في الحقيقة التي ينبغي أن نطلع على فكرها، أن نقرأها ونتعمقها ولو أننا نختلف معها. كما قلت لأن ربما إذا قرأت مشروع الجابري فإنك سوف تطلع بطريقة غير مباشرة عن تراثك، عن ماضيك، عن طريقة تفكيره في الماضي. فهو ماذا؟ هو يتحدث عن ثنائية الحداثة والتراث. ماذا يقول للمسلمين؟ يقول أن
أن الحداثة، أنت تحدث عن الحداثة أو بالمصطلح الإنجليزي modernity، المراد بالمودرنيتيت، كيف نحقق هذه الحداثة؟ لا يقول، يقول لا ننفصل عن تراثنا عن ماضينا، لا، ينبغي لهذه الحداثة أن تنبع من هذا التراث، لأن الأمة التي تفقد تراثها أنها تضيع. فنحن إذا لم ننطلق من تراثنا، من ذاتنا، من أفكارنا، فإننا لا يمكن لنا أن نستورد أفكار الآخرين فنبني عليها تجديدنا أو حداثتنا. فهذه من بين الأفكار التنويرية والتجديدية التي كان يتبناها، وهذه في الحقيقة إطلالة أو لمحة عامة حول بعض جوانب الفكر المغربي، سواء القديم أو المعاصر. وكل مفكر هو يحتاج في الحقيقة إلى جلسات متنوعة وإلى لقاءات متنوعة، وآمل إن شاء الله تعالى أن تكون هناك لقاءات أخرى لنتوسع أكثر في كل شخصية أو كل عالم أو كل مفكر على حدة. وفي الأخير أشكركم شكرا جزيلا على الانتباه وحسن المتابعة. نفتح أعتقد باب للنقاش. نروح استراحة ربع ساعة إن شاء الله. ربع ساعة إن شاء الله بإذن الله. ثم بعد ذلك كان شيء سؤال إن شاء الله راح يكون في مجال الأسئلة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. يروح مفهوم عبيدة. وجزاك الله خير ونشكر الأستاذ جزاك الله خير.